نيجاتيف فيدباك لوب بوزيتيف فيدباك لوب. شفنا اختصار للسيمبل بلوك دايجرام. لو عندي بشكل زي هذا الشكل انا مش راح احط الاس بس مفهوم انه هذه هي فانكشن اوف اس. ناخذ هون عندي جي 1 هذا البلوك دايجرام. لو بدي ابسطه ايش بصير؟ جي 1 زائد جي 1 في جي 2 جي 1 زائد جي 2 زائد جي 2 بس طلع عندي. لو كان عندي هون اكس اوف اس ايش راح يصير عندي هون؟ جي 1 اكس اوف اس. هون راح يصير عندي جي 2 اكس اوف اس. هون ايش راح يصير فيهم لما يطلعوا؟ راح يتجمعوا. هذا مش فيدباك لوب. راح يصير هون جي 1 اكس اوف اس زائد جي 2 اكس اوف اس ويساوي اكس اوف اس 2 في جي 1 زائد فكان x بايش ضربتها؟ جي 1 زائد جي 2 مش هيك؟ فهذا البلوك دايجرام يساوي ماشي. واضح هاي النقطة مفهومة؟ بس هون احنا ضربنا في جي 1 زائد جي 2 بس ضربنا البلوك القيمة اللي دخلت ضربناها في جي 1 زائد جي 2. طيب لو عندي كانوا ان سيريز جي 1 وجي 2 ان سيريز ايش حيتبسط هذا؟ خلاص بصيروا جي 1 جي 2 ماشي. واضحين هذول النقطتين؟ طيب لو كان عندي هذا الشكل
بالشكل هذا. بدي امسك هذه السمنج بوينت واحطها بعد جي بدون ما اتغير شيء. واضح السمنج بوينت هاي داخل هون داخل على السيستم. بدي اخذ السمنج بوينت هاي واحطها بعد جي بعد البلوك دايجرام. مفروض اعمل شيء هلا بهذا مزبوط. هلا بالنسبه للي طالع من برا ما راح يختلف مش هيك، بس اللي داخل من هون لازم اغير فيها شيء. لما حولت السمنج بوينت بعد جي ايش راح عليها؟ غير شنو الفلاس؟ الاكس يو هم بس. لاحظوا انا اجيت قلت لك راح تكون اذا انا اخذتك من هون شو كان بيطلع لك؟ انك تكون بايش؟ جي. لما انا اخذت السمنج بوينت تبعتك وحطيتها بعد جي شو اللي راح عليه؟ بده يدخل جي ويروح جي. اذا شو لازم اعوضك؟ واحد بطلب لك جي راح عليك انطرد في جي، شو لازم اعمل لك؟ بطلبك في جي مضبوط؟ هو انت بتقول لي راحت علي الطريق في جي مش هيك؟ لما انت نقلت من هون لهون راح علي بطلت اقدر امر في جي، اذا بدك تعوضني كيف بدك تعوضني؟ ضرب الجي بضرب في جي، ضربناها في جي مش هيك؟ هون هلا طلع نفس الشيء. تاكد تاكد كانت من هون اكس اوف اس، شو صارت النقطة هاي؟ يو اس زائد اكس اوف اس مضبوط؟ النقطة هاي شو راح تصير في النهاية؟ تصير جي مضروبة في يو اوف اس زائد جي مضروبة في اكس اوف اس. حتى يضل كل شيء مضبوط هون ايش لازم يطلع معي؟ لازم يطلع معي جي في يو اس وجي في اكس اوف اس. لو اني ما ضربتش هاي جي هون في اكس اوف اس شو كان راح يصير عندي؟ هون هلا عندي يو، ايش راح تصير النقطة هاي؟ راح تصير جي يو اوف اس مضبوط؟ لما بجمعهم هون ايش راح يطلع معي؟ راح يطلع معي جي يو اوف اس زائد اكس اوف اس. اذا خليتهم دون الضرب شو راح تطلع معي اكس اوف اس؟ اذا سحب السمنج بوينت لما حطيتها بعد الجي ضيعت على هذا الطريق في جي مش هيك؟ حتى اعوض عليها ايش لازم اعمل؟ بضرب في جي. نختصرها هاي بكلمه سام. سامينج بوينت افتر ايش بعمل؟ ملتيبل. اذا بحرك السامينج بوينت بعد البلوك دايجرام بضرب في ترانسفير فانكشن تبعت البلوك دايجرام سام. طيب نشوف حاله ثانيه مختلفه. بدي احول هذا البلوك دايجرام، بدي اخذ البوينت واخذها من هون. افترض هون داخل عندي نفس الشيء يو اوف اس. هلا هون شو كان يطلع عندي عند النقطة هاي؟ هون كان يطلع عندي اكس اوف اس وهون مثلا طلع معي واي اوف اس. هون داخل معي يو اوف اس. هاي النقطة طالع منها هون اكس اوف اس وعندي هون جي. لو اخذت السمنج بوينت هاي وحطيتها بعد جي ايش استفادت الاكس اوف اس؟ حتى يضل يطلع معي هون اكس اوف اس ايش لازم اعمل الان؟ هاي سمنج بوينت هذه بيك اوف بوينت بيك اوف بوينت يعني اقسمها على جي. لازم اقسم على جي حتى يضل يطلع معي نفس الشيء. خلينا نتاكد منها. واحد على جي شوفوا ليش. النقطة هاي كانت تطلع معي يو اوف اس، ايش كانت تطلع معي النقطة هاي؟ كانت تطلع معي يو اوف اس مضبوط؟ لأنها نفسها. لو جينا طلعنا هون هلا يو اوف اس بايش انضربت هلا هون؟ صارت جي يو اوف اس وهون طلع معي جي يو اوف اس وهون كانت تطلع معي كمان جي يو اوف اس مضبوط؟ هلا لو اني ما قسمت على جي شو كان راح يطلع معي هون؟ جي في جي يو اوف اس بس هو المفروض يطلع معي يو اوف اس. حتى يطلع معي هون مرة ثانية يو اوف اس ايش لازم اقسم على جي حتى يطلع معي؟ يعني هذا البلوك دايجرام مطابق لهذا البلوك دايجرام وهذا البلوك دايجرام مطابق لهذا البلوك دايجرام. نختصرها ب دي اي دي بيك اوف بوينت افتر ديفايد. اذا بدكم تختصروها كلها بجمله واحده بنقول This is Sam's path.
سان اختصار لايش؟ summing point after multiplying pick up point after divide. لو بدال after حطيت before شو بغير الديفايد؟ ل multiply. ولو غيرت after ل before شو بغير multiply؟ ل divide بغير بعد. إذا أحيانا هلا لما تشوف المثال اللي راح ناخذه هلا بعد شوي، في بعض الأحيان بضطر أحرك pick up point after أو before أو summing point after أو before. هذا بيختصر من هون. إذا بحرك summing point after a block diagram بعد multiplication بالtransfer function تبعت block diagram، وإذا باخذ pick up point بحطها بعد block diagram بعملها divide بالtransfer function تبعت block diagram. مش واضح هاي؟ إذا هاي في عندي عدد من الرولز، أخذنا الرول تبعت النيجاتيف فيدباك والرول تبعت البوزيتيف فيدباك، أخذنا الرول تبعت تو parallel paths عم بجمعهم وبطرحهم. طبعا إذا كانت هذه هون طرح أو جمع بتغير الطرح والجمع حسب هون. إذا كانوا بالسيريز بضربهم ضرب، وإذا كان في عندي واحد من البرانشز زي هيك بفترض إنه الترانسفير فانكشن تبعته واحد، فبعطيني واحد زائد جي 1. عندي هون عندي هذه سميناها summing point، يعني الإشارة داخلة عليها. إذا بحركها بعد البلوك دايجرام بضرب لأنه راح تنظر الجي. وإذا كانت البيك أوف بوينت قبل جي من هون، لما حولتها بعد استفادت من الضرب، مضبوط؟ حتى أشيل الضرب اللي استفادت منه بقسم على واحد، بقسم على